ودور الأب في مصر لو احنا اتكلمنا الراجل ما يعبوش غير جيبه صح فدايما احنا بنربط دور الأب بالتسديد المادي ممول ATM ماشين ايوه بس احنا خلينا ناخدها بقى انه دور الأب في أربع محاور أهم أو أكبر من التسديد المادي التسديد المادي يجي بعديها هو مهم ودور طبعا احنا محتاجين نعمله بس ده خامس حاجة الأربع حاجات أول حاجة تعريف الهوية أنا مين؟ ابني مين؟ أنا محتاج أشرح له أنه إحنا مخلوقين في الدنيا دي لهدف أسمى بكتير قوي من إحنا نروح نشتغل وندخل في الساقية اللي إحنا عارفينها دي وبعد كده نربي العيال ونجوزهم وخلاص أنا كده دوري ما جرب أو اللي بعدي بيبقى نفس الكلام وهي دي الحياة بالظبط فاحنا وللأسف المجتمع زايقنا في الحتة دي فاحنا بنغوص فيها احنا محتاجين نقف كده مع نفسنا ونقول هل هي دي فعلا الحياه فده اول دور يبقى التعريف بالهويه التعريف بالمبادئ الاخلاقيه احنا مع ساعات كتير قوي بنيجي لعيالنا ونقول لهم ما تكذبوش ما تحلفوش ايوه بس عيالنا بيعملوا اللي بيشوفوه مش اللي بيسمعوه يبقى سلوكياتي انا كاب ايه عشان ولادي يعملوا زي ما احنا عايشين مش زي ما احنا عاوزين بالظبط تمام فاحنا بنكتشف ان احنا محتاجين نربي نفسينا شويه يعني ناخد بالنا انه لا احنا في حاجات بنعملها مفروض ما تتعملش وعيالنا مفروض ما يشوفوهاش فدي إيه تاني كم. حاجه تالت حاجه احنا دلوقتي الاب هو نابع الامان العاطفي فالامان العاطفي ده في البيت يعني عادي جدا ان انا اروح موجود ويكون مامته بتذاكر لابني مثلا وتحصل خناقه او الدنيا تشعلل انا مفروض اتدخل ده دوري ان انا ادخل وهديهم واتكلم معاهم وايه اللي حصل والبرتو مفروض ما تتكلمش مع ماما بالطريقه دي هو في العادي بابا لما بيتدخل يضرب يعني اللي هي ماما بتستعمل بابا انه اداه التخويف اللي هي هقول لبابا لما يرجع فحتى بسكت عشان ما تضربش او ما تعاقبش بابا ما بيضربش ولا لا انا بتكلم الام لما بتستعمل سلطه الاب غلط ان هي بابا انا بخوف بيه هي ممكن هو الولد بيخاف لان بابا يعرف هيتضايق مني لكن مش لازم لا بابا يكون بيضرب يعني اذا كان يعني. انا بتكلم صح هو ده الصح اللي المفروض اني انا اخاف على زعل بابا لانه بابا انا ما احبش اضايقه يعني